لو عاوز تبدأ في مجال التصميم والديزاين فانت مع الفيديو ده هي دي بدايتك اللي انت تقدر تبدأ بيها. اهلا بيكم مع كورس جديد ان شاء الله هنتعرف فيه ونتعلم ازاي اقدر اشتغل على برنامج ادوبي فوتوشوب 2021 من الصفر لحد ما توصل لمستوى يأهلك انك تشتغل في سوق العمل او انك تقدر تعتمد على نفسك وتبقى ديزاينر. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. النهاردة أخيرا وليس بآخرا هنبدأ كورس جديد ورحلة جديدة هنتعلم فيها أدوبي فوتوشوب للمبتدئين، وحنكمل مع بعض نشوف هنوصل لحد فين. بس كل اللي أنا طالبه منكم إن الناس تكون ملتزمة وأبدأ أشوف تفاعل، يعني بالمختصر المفيد أنتوا تفاعلكوا هو اللي هيشجعني إن أنا أكمل. للأسف أنا وقفت فترة كورس الديفينشي ريزولف للناس اللي كانت متابعاه، لأن ببساطة لقيت مفيش تفاعل أو حسيت إن محدش مهتم بالبرنامج، مع إن كان أول فيديو جايب فوق 350 ألف مشاهدة، وبعد كده فضل ينزل لحد ما بقى مش عارف 20 أو 30 ألف. فالتفاعل كل ما بيقل كل ما أنا بحبط. أنا عارف إن المحتوى التعليمي بيكون مردوده بعد فترة من الزمن أو هو محتوى طويل الأجل، بس برضو يعني أنا كبني آدم أنا محتاج أحس بتفاعلكم معايا، فياريت نتفاعل مع بعض، وياريت لو في تطبيقات نبدأ إن احنا نطبق، وأنا إن شاء الله هحاول إن أنا يوم ويوم أبدأ إن أنا أنزل لكم في الدروس التعليمية، فأي حد يقدر يتابع معايا. وكمان على جروب الفيسبوك تقدر إنك تقول لي إيه مقترحاتكم، بحيث لو في حاجة معينة حابب إن احنا نشرحها أو نوضحها يعني نكون في تفاعل مع بعض إن شاء الله. في البداية لو انت جديد خالص في المجال، واول حاجة هتعملها بعد ما تقفل الفيديو ده انك تروح على موقع ادوبي وتبدأ انك تحمل النسخة الاخيرة. وخيارات التحميل هو اتنين، يا اما انت بتشتري النسخة تبقى النسخة الاصلية، ولو هتشتري تقدر انك تشتري اقل حاجة اللي هي فوتوشوب ولايت روم تقريبا $9 او $10 في الشهر، ولو مش هتشتري تقدر انك تنزل النسخة المجانية او انك تقدر تبحث على اي نسخة في اي مكان تاني. فانا بعتذر لاي حد ان انا ما بنزلش اي نسخ فيها كراك، لان انا من حقي ان انا اشرح البرنامج، انما مش من حقي ان انا اديك نسخه البرنامج. فبعتذر جدا لاي حد بيبعت لي بيطلب مني اي برنامج. طب بعد الرغي الكتير ده بقى كله، ايه هو برنامج ادوبي فوتوشوب للناس اللي بادئه في المجال جديد او لسه ما تعرفش ايه هو فوتوشوب؟ ده هو اهم برنامج ممكن تشتغل بيه في مجال الجرافيكس، لانه بكل بساطة هو الاساس لكل برامج الجرافيكس. يعني اي مجال انت هتشتغل فيه فوتوشوب اساسي معاك. اشتغلت 2D هو معاك، اشتغلت 3D معاك، اشتغلت انيميشن معاك، اشتغلت رسم او شغل بينتج معاك، اشتغلت شغل دمج صور معاك، اشتغلت شغل فوتوغرافي معاك. فالفوتوشوب برنامج مهم جدا ومتشعب، بتقدر تعمل عليه حاجات كتيرة قوي. ولو انت حتى ما تعلمتش غير برنامج ادوبي فوتوشوب، اوعدك هتقدر انك تشتغل بيه وهتقدر انك تطلع بيه شغل كويس قوي. بس اهم حاجة انك تفهم صح الاساسيات. في ناس كتير بتبعت لي تقول لي عايزين دروس احترافية، فموضوع الدروس الاحترافي ده انا ما بهتمش بيه. الناس اللي متابعاني من زمان عارفين ان انا اهم حاجة عندي او التارجت بتاعي هم الناس المبتدئين، لان هم اكتر ناس محتاجين ازاي هبدأ انا دلوقتي، انا تايه مش عارف هبدأ منين. انما انت كراجل اشتغلت وفهمت البرنامج انت مش محتاجني في حاجة، انت اللي مفروض تورينا ابداعك، انت اللي مفروض تبدأ انك تطلع افكار، وعن طريق الاساسيات اللي انت تعلمتها دي بتبدأ انك تطبق كل ده وبتبدأ انك تطلع شغل وتبهرنا. فاحنا هنعمل شوية تريكات زي ما انا في بلاي ليست انا عاملها فيها مجموعة من التطبيقات دي، يعني بتساعدك شوية انك تشوف مثلا شفت ديزاين معين فانت عايز تعرف ازاي اتنفذ او ايه الاسلوب اللي استخدموه في تصميم البوستر ده، ف
بتتابع من خلال البلاي ليست دي بعض الحاجات اللي انا بنزلها بشكل مستمر، هي ملهاش علاقة بالاصدار، ودايما على طول بشرح لكم ايه الجديد في كل اصدار وايه الحاجات اللي هم ضافوها، وتقدروا ترجعوا لقوائم التشغيل عندي هتلاقوا فيها كل الكلام ده كله. المهم استنوني بعد بكرة ان شاء الله هيبدأ اول فيديو في الكورس، هحاول يبقى فيه فيديو للكورس وتاني يوم يبقى فيديو مراجعة او حاجة خاصة بالمونتاج، وكمان هنبدأ كورس السينما 4D للمبتدئين، فخليكوا قريبين وان شاء الله تبسطوا الفترة الجاية وان شاء الله نعمل شغل حلو قوي. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان معكم مصطفى مكرم.